السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على جهيد زبزاب، وين في ورطة حقيقية، وين على بالكم باللي فانيك باش يزيد، باش راه كاين ضغط كبير من الفيفا يعني على تكييف القوانين اللي رانا روطار فيها بزاف. تكييف القوانين، انا نقول لكم انا قاعد نجبد لكم الرساله اللي وصلت للوزاره والاستفسار على واش راه صاري بزاف صوالح. على الوزير قالوا لازم لك تكييف دروك، تكييف قوانين وزيد تكييف قوانين وزيد ازدواجيه المناصب دروك. وين نتكلم مسؤول يعني من الاعضاء تكلم شتا قال له بلي الزبيزب هو اللي عطانا ضمانات، قالنا ارواحوا لا بغات عندكم مناصب ارواحوا وانا ندبر راسي مع الوزير. هو كيما كهدر هذا عرفتوا هذو الناس اللي ما تامنش يبيعوا بعضهم بعض. السلام عليكم، هذو يبيعوا بعضهم بعض. السلام عليكم، على بالكم يبيعوا بعضهم بعض. السلام عليكم، ما تامنش يا سي محمد، ما تامن فيهم يبيعوا بعضهم بعض. السلام عليكم. وطلب وزير الشباب والرياضة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف تنظيم جمعية عامة استثنائية لتغيير القانون الأساسي وتطبيق المرسوم الخاص بمنع جمع بين المهام التنفيذية، وكذلك خاص بإجبارية المستوى الجامعي لأعضاء المكتب التنفيذي في ظرف لا يتعدى أربع أشهر. كاين الله غالب المستوى الجامعي، مستوى الناس هذه كنا نقول لكم عليها. يعني كاين تروح للمؤسسة الجامعة وين تخرج لك تاع التسيير، مسيرين في عنابة، كاين في عنابة، كاين فانيك في تاع الياس تياس، كاين في ألجي في السنجوي، كاين زيد الأشبال الأمة فانيك هم يخرجوا هم يقروا التسيير، هم يقروا لي بروكيلر، يقروا لي كوميسار، يقروا مهندسين، يقروا كلش علماء ما شاء الله تاع أشبال الأمة. يخرجك جندي، يخرجك عليه، يخرجك ليتنو، يخرجك المهم اقرا على حساب قرايتك، ما يحقروكش. كي تدخل فماك ديك المدرسة تاع أشبال الأمة ولدك ما ينحقرش ويخرجوه لك راجل، ما ينحقرش والو. ما تقول لي ولدك ما يحقرش أشبال الأمة، كي يدخل ولدك الماكلة بالطبيب يفوتوا عليهم السيمانة تفوات من هكا الزعاقة، المرض يهرب. هذه باش لا كاش حاجه الهيه باش تقول يا بصح باش هكا يمرض ما يمرضش هكا، كان لا ميكروب لا والو، ماكله والو كالزعاقه. هم يخرجوا فانيك، هم يخرجوا فانيك الاخرى كيسموها، هم يخرجوا لنا المسيرين التسيير مهندسين. علاش الوزير تاع السكن خرج قال لك شباب؟ يا والله العظيم لا مقاضبين تاع أشبال الأمة هما اللي مشاوها مهندسين كيما السنجويين، ميداروه داروا معماريه حاجه في السنجوية في 72 من تحل في ألجي الناس خلعت، السنجوية من تحل في ألجي الناس خلعت في 72. الشيباني تاعي الله يرحمه قال لي تفرش بارتيا، قال لي عليها، قال لي افتتاح، قال لي حلوه في 72، قال لي على بالك، قال لي كيما ضربك تشوف برنابيو ولا تشوف حاجه، قال لي هاكا طاير هاكا صمود كيك عشتيه لا ولا. عرفتوا كيفاش كاين أشبال وما راهم يخدموا وهما اللي غادي يرفدوا؟ راهم قاضبين في الفلاحه، قاضبين على الدعوه شويه تشغل، راهم قاضبين. جيتي كانوا عاطينا الدراري، عاطينا السروال طايع، تجي تهضر لي هنايا هادي الرجاله، خلي الرجاله هي تقضب. وين بإجبارية المستوى الجامعي لأعضاء المكتب التنفيذي في ظرف لا يتعدى أربع أشهر. وحسب الصعاب المختص في الشأن الرياضي إبراهيم جعطور، فإن الفاف ستستدعي أعضاء المكتب التنفيذي الاجتماع المرتقب في 30 أكتوبر الحالي، وسيتم خلاله ترسيم استقالة عدد من الأعضاء بسبب ازدواجية المناصب. وراه نقول لك
عيبود هذاك عيبوط ما نسموه عيبود هذاك عيبود هذا عيبود هذا عنده انان عسك انا ثاني 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 لا ثاني تا لا ثاني انا بصح غادي نعسك عيبود المكلف بالاعلام عنده مدير التنميه الريفيه في بوشاوي هو المسؤول عليها داخل في مولوديه الجزائر عضو في النادي في نتاع النادي الهاوي تسيير النادي الهاوي صحافي ومكلف بالاعلام في الاتحاد الجزائري اربع مناصب والله مالي طايق لازم الشغل لازم فعليك هذاك من شي دايرك المدرب تاعي تحكم توما زوج تا تحكم تا راك تحكم بسبب باسم المدرب ووفق لمصادر ذاتها فإن المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري لكرة القدم كان قد قدم مقترح إلى الوزارة لتأجيل تطبيق قوانين جديدة إلى غاية نهاية العهد التي بقي فيها عامان فقط إلى أن الوزارة ردت بإجبارية مطبق لقوانين قبل فيفري القادم وحسب الصحافي فإنه في حال ترسيم استقالة أعضاء المكتب التنفيذي للفاو سيتم تعويضهم بأعضاء آخرين مع اشتراط المستوى الجامعي على أعضاء الجدد هذا المهم ضروك لازم لازم انت رئيس اتحادية الكفالة ترجع لك انت انت اللي تحكم الا انت يا ما شعلتش النار شكون اللي يشعلها الا انت ما شعلتش النار شكون اللي يشعلها شكون اللي يشعلها الا انت ما شعلتش النار شكون اللي يشعلها هذه اللي نقولها لك ونعاودها لك ضروك لازم لك يعني اصلا ما كاش عليك تعذر بيد من حليل عليك تسمع احنا نقولوها هي ما كاش يا انت 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 راك انت راك في فمك راك تما راك دايرينك ام دايرينك محطوط وصايب شو بير كاينه منها باللي ديلور راه مصاب قال لك مصاب قال لك بير كبتها وقيلا ما اشتهيلا على ماذا بينا انا ماذا بينا يعاود يبرا بصح اشتهيلا اصابه تاع ديلور تفرح الكثير اريحت الكثير من اللاعبين وحتى المدرب وين ريح ما من المدرب شويه ينقص عليه الضغط هادي واشت وعنده 17 عام هذاك هذا تاع باريس سان جيرمان عنده 17 عام الياس عرجاني حيدو لعب الياس عرجاني واه على بالي بيا هذا الياس عرجاني على بالي بصح لازم منظرك لازم هاك تشوف 17 نورمالمون هذا يروحو يجيبو لك نتايا من 5 ديفيزيون 4 ديفيزيون هيا ويقول لك بلي دينا له الشيطان شو بير بونجاح غادي يرجع بونجاح ونجاح هاي يولي او المدرب هو باينه غادي يرد مكاش او ديلور تبليسه هاي يجيب الشامبيونو قيلا حبست في قطر ديلور او يجيب بونجاح ولا يجيب قيلا حبست الشامبيونو والله ما على بالي ديلور هذا ما يجيبها صحيح ما غالبو ما هو يحكم هو يحكم شي هنايا اكد لنا على ديلو ديلو اش غادي اكد لي ولا مبليسي انا اش غادي ندير حول راه مبليسي خويا انا اش غادي ندير راه مبليسي يا ودحمي الله يشافيه هذه اللي نقولها حنا الله يشافيه كان ماذا بينا يكون ديلور خاص ديلور ما داش فرصه تاعو ديلور ما داش والاصابه هذه تعاون الناس هذه الاصابه تعاون الناس بزاف تخدم الناس بزاف ساكن كان اللي كان مغبون اكتو نهار اللي جا ما صاو منا بالك خاطر على الا ديلور ما كاش انا قلتها لكم قدام لا تبليسه غادي نشوفو مبول حيل وجوع مبول حي بن عمرين وجوع هاد اللعابه هذه هي ما نعرف هي قادر يقول لك تسديد قادر يجيب لعاب يجيب لك تاع اسبانيول يجيب تاع سامدوريا يجيب بس ساعه تبقى عند المدرب هذه الله ما عرفناش ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير
بارطاجيو لنا الفيديو واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم. صعيد وخاوتي، سلام.